وقف إطلاق النار في مدينة الحسكة حيز التنفيذ منذ الساعة الثانية ظهر اليوم، وشملت بنود الاتفاق البدء بتسليم الجرحى وجسامين الشهداء وتبادل الأسرى في الساعة التاسعة مساء اليوم، وفتح طريق الحسكة القامشلي والطرق المؤدية إلى أماكن تمركز الجيش والقوات المسلحة داخل المدينة وخارجها. كما يشمل الاتفاق فتح جميع الطرق في مدينة الحسكة واستمرار العمل والمساعدة بخصوص حل المشكلة الكردية والبدء بمناقشة أحوال الموظفين المسرحين من رأس عملهم في الدوائر الحكومية. وأفاد مراسل الأخبار في الحسكة أن الحركة بدأت تعود تدريجيا إلى أسواق المدينة بالتوازي مع بدء عودة الأهالي إلى منازلهم. الأمور اليوم أول يوم بعد وقف إطلاق النار، الأمور رجعت طبيعية الحمد لله، والعالم نزلت على الأسواق، والكل مثل ما يقولوا أخوة وأحباب بهالبلد عايشين وما في شيء علي، والعالم بحاجة في النهاية للمي والكهرباء والخبز، والعالم متعايشة يعني موفر كل شيء الحمد لله، هاي شايفين الأسواق قدامكم، والوضع إن شاء الله كويس، وأنا أنصح العالم ترجع على بيوتها يعني أحسن ما تنسرق يعني، والحياة بلشت ترجع وإن شاء الله الوضع بخير وسوريا بخير إن شاء الله. الحمد لله في ناس رايحين جايين، وفي نزلت الخضرة وفتحوا الطرق والحمد لله مستورين، إن شاء الله يدب الأمان ونرجع. الله يرجع الأمن والأمان لهالبلد، والله وهالبلد ما بتستاهل يعني يصير فيها هيك، يعني حوت كتير ناس حين ليش هالشي ما بعرف. هلا كنا نحن بسوء الهال، نحن من هون سكانه، بس أصلنا من حلب بس سكان هون الحسكة. بل بخير الدنيا وما بيشي يعني، والعالم لازم ترجع لبيوتها وإحنا بخير وسلامة. الفاتح وهاي الخيار وهاي بندر وهاي المحلات فاتحة كلها. وللمزيد من التفاصيل حول الوضع في مدينة الحسكة معنا عبر الهاتف مراسل مركز الإخبار فاضل حماد. مساء الخير فاضل. مساء الخير لينا لك ولأسامة، وتحية لكل مشاهدي الفضائية. فاضل، كيف هي الأجواء في مدينة الحسكة بعد الاتفاق؟ حقيقة بعد خروقات متكررة وأكثر من محاولة برعاية روسية للتوصل إلى اتفاق وتهدئة للأوضاع الجارية في الحسكة، انتهى أخيرا أمس ليلا اللقاء الذي جمع وفدا كرديا مع الوسطاء الروس ووفد حكومي، وكان الوفد الكردي يضم كل من ريدور خليل الناطق الرسمي باسم وحدات الحماية الكردية، وسيبان حمو القائد العام لوحدات الحماية الكردية، وأحمد العمر قيادي وضابط ارتباط بين الوحدات الكردية والوسطاء، والدكتور صلاح جميل وهو مترجم. خلص الاجتماع لنا إلى اتفاق بين الطرفين على وقف كامل لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ منذ الساعة الثانية ليلة أمس. أيضا من بنود الاتفاق البدء بتبادل الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين وتسليم الجرحى وجثامين الشهداء، أيضا فتح طريق الحسكة القامشلي والطريق المؤدية إلى أماكن تمركز الجيش والقوات المسلحة داخل وخارج المدينة، إضافة إلى فتح جميع الطرق في مدينة الحسكة، استمرار العمل والمساعدة أيضا بما يخص حل المشكلة الكردية، وأيضا من بنود الاتفاق البدء بدراسة ووضع حل لأحوال الموظفين المسرحين من رأس عملهم في الدوائر الحكومية. حقيقة حدثت عدة خروقات من خلال متابعتنا منذ سريان مفعول هذا الاتفاق، ففي الساعة الثالثة ليلا تحديدا بعد ساعة من قرار وقف إطلاق النار شنت الوحدات الكردية وقوات الأسايش هجوما على الدوائر الحكومية وهي مديرية الصحة والاتصالات، وأيضا على نقطة تفتيشية تابعة للجيش والقوات المسلحة تسمى بحاجز دولاب العويس، وردت بالمقابل حامية هذه النقاط على مصدر النيران، واستمر الاشتباك حتى ساعات الفجر. أيضا سجل خرق آخر اليوم في الساعة الواحدة ظهرا من خلال قمص قوات الأسايش لعنصرين في قوى الأمن الداخلي، وذلك في شارع فردوسة وسط مدينة الحسكة، استشهد أحدهما على إثرها فيما أصيب الآخر. حاليا تشهد جميع محاور الحسكة هدوءا تاما على الجبهات في ظل استمرار سوء الوضع الخدمي والإنساني نتيجة انقطاع تيار الكهرباء والمياه، في حين شهدت المدينة عودة تدريجية للأهالي ظهر اليوم في الأحياء والمناطق البعيدة عن مناطق الاشتباك. أيضا جدير بالذكر أن سيطرة قوات الأسايش على بعض أحياء المدينة ونقاط التفتيش العسكرية خلال الأيام الماضية جاء بعد الاتفاق على هدنتين تم استغلالهما وخرقهما من قبل هذه الوحدات، ولكن كشف هجوم الأسايش على أحياء مدينة الحسكة الستار عن أن ما حدث كان في إطار خطة أمريكية مدبرة من أجل فتح جبهة جديدة ضد الدولة السورية وإدامة حالة الفوضى التي هددت بها عبر استغلال الورقة الكردية، وقد جاء هذه تنفيذ هذه الخطة بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفائه في حلب، وذلك للتعويض عن خسارة أمريكا الاستراتيجية وتيقنها من بدء العد التنازلي لانهيار مشروعها المدبر في سوريا.
من جهة ثانية كشف الهجوم أيضا أمام أبناء الحسكة عن أن كل ما كانت تروجه قوات الأسايش من اعتداء الجيش والقوات المسلحة والدفاع الوطني عليها كان مجرد افتراءات لتمرير هدف انتزاع مدينة الحسكة من جسم الدولة السورية باعتبارها تمثل السيادة الوطنية. ومن خلال قراءة المشهد يتضح أن قوات الأسايش قد كشفت عن نفسها بأنها أداة تنفيذية للخطة الأمريكية وليس هدفها تحقيق ما يسمى بتطلعات الشعب الكردي الذي يرفض بمجمله هذه الممارسات ويتمسك بالخط الوطني ووحدة سوريا وترابها وسيادتها. أخيرا لينا لابد الإشارة إلى أن تنظيم داعش التكفيري بات يتربص بمدينة الحسكة واستغل الاشتباكات الماضية والتي استمرت قرابة أسبوع، فقد أعاد تجميع مخلوقاته اللابشرية في الريف الجنوبي للحسكة مدعوما بالآليات الثقيلة والسيارات المفخخة وشن هجوما عنيفا صباح اليوم سيطر من خلاله على عدة قرى وبلدات في جنوب مدينة الشدادي كانت واقعة تحت سيطرة ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية، وهذه القرى منها قرية كشكش الجبور والحمادات وقرية العزاوي وقرية الشيخ عثمان، وبات تنظيم داعش التكفيري على بعد 5 كيلومترات فقط من مدينة الشدادي، وهذا يتطلب توحيد البنادق وتوجيه البوصلة لمحاربة هذا التنظيم التكفيري بدلا من قتال الجيش العربي السوري. عودة إليك لينا في الاستوديو. مراسل مركز الإخباري فاضل حماد كنت معنا من الحسكة، شكرا لك.